السلام عليكم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن عدوهم. حياكم الله بفيديو جديد من قناة خواطر فكرية. إن شاء الله بهذا الفيديو راح ننقل كلام لأحد الأخوة من المستبصرين لنور محمد وآل محمد، وهو ينقل ما رآه من الوهابية في بثوثهم. أخواني أخواتي، لنستمع إلى تمام الكلام، وإن شاء الله راح أوجه كلمة إلى هذا الأخ، كلمة عتب من أخ صغير إلى أخ كبير. إن شاء الله بعد أن نستمع إلى تمام الكلام. أخواني أخواتي، استمعوا للفيديو الأول إلى مداخلة المستبصر. أيضا ستكون هناك مداخلة لأحد النواصب من فلسطين متصلة مع اتصال هذا الشخص، ومرتبطة اتصال أو مرتبطة بشكل جدا كبير مع اتصال هذا الأخ. نستمع إلى تمام الكلام إن شاء الله ونرجع بتعقيب إن شاء الله، فخليكم على الفيديو. الامارات ولا روسيا ولا ما اعرف، تفضل. كيف حال اخوات لامي؟ خير، حياك الله. حياك الله، كيف حالك؟ السلام عليكم شيخ احمد سلمان. وعليكم السلام ورحمه الله. كيف الحال؟ الشيخ احمد سلمان من تونس. نعم عزيزي. ما انا من المغرب يعني، زارك بس. نتشرف بك عزيزي، سواء كنت من المغرب او من المشرق. الله يحفظك شيخ احمد. اخ وعد، بس مداخله صغيره اذا كان ممكن واسمحوا لي. تفضل. كان في احد المخالفين الحين كان مسوي بث مباشر، هذا اللي اسمه هاشم. لا تذكر اسماء اسوء منه. اي تفضل. ايش فيه؟ أنا اتصلت عليه عن مسألة، بسأله سؤال، لأنه صراحة حزب قلبي اللي سواه معي. تخيل أنه سبني وسوى لي بلوك. أنا بسألك، حتى لو كنت ملحد، خليه أنني سني ولا باحث عن الحق ولا أي مسألة، حتى لو كنت ملحد، بس بحورك وبناقش معك. الحوار أخذ وعطاء، مش تقطع الواحد. صح. مسألة معركة صفين، أنا أعطيته مثال بسيط، إذا كان ممكن أطرحه عليكم، إذا كان ممكن. أنت سني أنت؟ أنا لا، أعوذ بالله من اليوم من السنة، أنا متشيع والحمد لله. يا الله يا الله. أعوذ بالله من مذهب يوم. الحمد لله. أعوذ بالله. شفت معاملتهم؟ شفت معاملتهم؟ حتى تشوف أنه التشيع شلون. إحنا الآن فضيلة الشيخ أبو عائشة، ويقولون ليش تقول فضيلة الشيخ أبو عائشة النووي؟ فضيلة الشيخ مفضل، وهذول الأخوة نتيح لهم المجال. أستاذ وعد. نعم. أستاذ وعد تسمعوني؟ أي نعم. صوت واضح إن شاء الله. الأخ ما اسمه المغربي؟ إبراهيم. إبراهيم عزيزي، هم لم يتحاوروا مع الطبري الذي كان إماما لهم. الطبري ليس عالم فقط، الطبري إمام وكان عنده مذهب وعنده مقلدون، المذهب الطبري. الطبري لم يتحاوروا معه، اشتبهوا في اسمه مباشرة، ذهبوا وهجموه. هل تريدهم أن يتحاوروا معك وأنت شيعي؟ الطبري إمام واتهم بالتشيع، قتلوه وحجزوه ومنعوا من دفنه. هل تريد أنت اليوم أن يأتي من يتحاور معك ويقبلك كمخالف؟ أخوان. نعم تفضل. أنا المسألة اللي طرحت عليه باختصار، لأنه أنا طرحت عليه حديث، قلت له حديث موجود في السنة، علي مع الحق والحق مع علي، قال لك الحديث ضعيف. الله أكبر، الله أكبر، جريمة ارتكبتها حقيقة. علي هذه المسألة الأولى. لا أعطينا مجال، خلينا نبقى المسألة. أنت قلت علي مع الحق، والله زين وطردك، الحمد لله ما يعرف عنوانك، الحمد لله أنه عنوانك مو ظاهر. انت شلون تقول علي مع الحق؟ هاي جريمه. اذا تقول علي مع الحق جريمه كبرى، لازم تقول علي مع الباطل والعياذ بالله. سلام الله على علي. تفضل اخونا، تفضل. انا اعطيته مثال، بس المشكله الحين اذا اعطيتك مثال راح تعطيني مجال مش انا افسر لك لماذا اعطيتك المثال وتفسيره. تفضل. أنا قلت له، إذا قلت له مثلا إذا فئتين مسلمتين، يعني هذا على الحق والثاني على الحق، وتحاربوا، لا يقبلها المنطق، لا يقبلها العقل. يعني أنا كشخص مسلم عندي عقل بفكر به،
هذه فئة على حق مع فئة ثانية على حق راح يتحاربوا. شو السبب؟ أنا أعطيته مثال، قلت لهم الحين بزمن الحين في مشاكل صايرة بين الإخوة الفلسطينيين والإسرائيليين، قلت له يعني ما خلاني حتى أكمل الكلام، قلت لك لا تستدل باليهود وقطع علي. أنا شرحي ليه؟ أنا كنت أقول له بس إذا قلت لك مثلا إسرائيل ولا هالمسألة بكرة راح يقولك حتى إحنا مسلمين ونتحارب على الحق، يعني هادو فئتين على الحق. من حقهم ولا لا؟ يابا هم يقولون إنه هذه وإن طائفتان من المؤمنين إنه كانت بين عبد الله بن أبي وجماعته كانوا كفار وبينهم يقولون، فنزلت هذه الآية. هذول الله خلصك أخونا الحبيب. ملخص الكلام عند... أنا ملخص الكلام تشيعت بسبب دور فقار المغربي من زمان بصراحة، بس أنا كنت بدي أناقشه بمسألة معاوية، لأنه معاوية مسوين منه صنم والعياذ بالله. لحظة ابقى أستاذ عمار، أستاذ عمار تسمعنا؟ أستاذ عمار لحظة، الآن أجي للأخ من مصر أيضا. أستاذ عمار تسمعنا؟ السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ عمار الآن الأخ سماحة الشيخ، إذا عندك تعليق أولا على سماحة الشيخ فيما ذكره، والآن هذا مثال حي، تقبل أنه إنسان يقول أن عليا مع الحق والحق مع علي يدور معه حيثما دار، أنت كإنسان باحث تقبل ولا ما تقبل؟ يجب أن نقول أن كل المؤمنين مع الحق وليس علي، هذا ظلم وفيه أصلا إساءة لكم، هذا إساءة لكم. شو معناته إساءة لكم؟ إذا كان الحق مع علي لوحده معناها أنتم لستم مع الحق. هذا الكلام لا يجوز، كلام باطل. الحق مع كل المؤمنين، أما والله نأتي نقول علي مع الحق لوحده، طب أين الحسن وأين الحسين؟ طيب كلام لا يجوز. نحن نريد أن يكون الكلام علمي، كلام علمي، لا لحظة، هذا الكلام العلمي عندما حارب معاوية عليا عليه السلام، مين احنا الان نقول انه هذا مع الحق وهذا مع الباطل؟ مين الذي معه الاغلبيه؟ الاغلبيه الصحابه مع معاويه، اذا هو مع الحق. انت واضحه جدا، اوضح من الشمس، لا تحتاج الى لا جدال ولا نقاش. الصحابي المبشرين بالجنه الذين كانوا عقيد الحياه مع من كانوا؟ لم يكونوا مع علي. طلحه والزبير وسعد بن ابي وقاص، اعطيني واحد واحد منهم من المبشرين بالجنه وقف مع علي. ليش؟ لان علي كان مع قتلة عثمان، كان يحارب معك يدافع يقف في صف قتلة عثمان. لذلك الصحابي بدون استثناء سمعت الحق اوضح من الشمس، الحق مع معاويه واضح 100%، لا نقاش فيه. سمعتم اخواني، الحق مع معاويه ومعاويه مع الحق كالشمس يدور معه. كل الصحابي اذا شخص قال ان معاويه على الباطل فهو يخطئ، كل الصحابي. بس لحظه خلينا نشوف الشيخ عنده رد عليه. يجرؤ شخص على تخطئ؟ تقول هل يجرؤ شخص واحد على ان يخطئ كل الصحابي؟ اي شيء اتحدى اي سنه كل الصحابي خطا. ماشي لا يجرؤ. لا 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 دعهم، نطق ابو بكر بن ابي داود على لسانه. هذا ابو بكر رقم 2 تركني متفرج. إيه لا انا راح اجيب لك ابو بكر وام بكر وخال بكر وشيخ بكر، كل ما اجيب لك اياهم. اصبر علي اخونا من المغرب. اخونا يا اخونا من المغرب، انت ليش تتشيع؟ ليش ممكن ارد عليه؟ بس اي بس قول لي ليش ارد عليه؟ ليش تتشيعون؟ لان معاويه مع الحق، ليش تتركون الحق؟ تفضل. بتشيع لانه عندي عقل وبفكر به. من فتح المغرب؟ من فتح المغرب؟ هل الامويين ام علي؟ انا اجبني، من فتح المغرب؟ من ادخل الاسلام للمغرب؟ علي ام الامويين؟ يا رجل جاب المغرب على معاويه، ايش فيك انت؟ لحظه استاذي لحظه، الذي أدخل الإسلام للمغرب العلويون بقيادة إدريس ابن عبد الله ابن الحسن المثنى ابن الحسن الصبح ابن علي ابن أبي طالب المدفون في مكناس. ما أنتم تقولون أنتم ضد الفتوحات الإسلامية. شوف قلب الذي جعلها تسلم هو إدريس. هل أنت مع إدريس بدون سيف أقنع الناس بالإسلام ودخلوا وأسس دولة، أول دولة تأسست في المغرب هي دولة العلويين، هل تنكر هذا؟ لا انكره. سلام المسلمين للإسلام بدون سيف في بعض المناطق. ممتاز. شفت إخواني، أخونا من المغرب، أخونا من المغرب، أنت ليش الآن هو يقول لك أنت ليش ما تكون مع معاوية حتى تكون مع الحق؟ هو يقول لك أنه
انه علي ان امير المؤمنين عليه السلام علي بن ابي طالب هو على الباطل. ليش؟ لانقبال الحق الذي كان في عم معاويه. تفضل شنو جوابك؟ وهم رسول الله من فتح المغرب لا بلا يا عمار خلي يتكلم من المغرب هسه مو عرفناك انت خلي يتكلم الاخ خلي يتكلم هل علي افادنا شيء في فتح المغرب؟ اي علي ما في هو علي لا يقول هل علي افادنا يا اخو والله العظيم المغرب ام يزيد هذا فد ثاني الله يخليك عمار انت الان خرجت الامام علي من الايمان صح ولا لا؟ عمار كيف تخرج الإمام علي من الإيمان؟ أنا أوصل الإسلام لأمريكا أخونا في الدقيقة الله يخليك هو عمار أخرج الإمام علي من الإيمان صح ولا لا؟ لا علي مؤمن علي مؤمن لا أنت قلت أن الحق مع المؤمنين أنت قلت قبل قليل أن المؤمنين على حق إذن هل الإمام علي على حق أم على باطل؟ نعم علي على حق إذا كان ضمن المؤمنين مع المؤمنين نعم لا لا أنت الآن قلت مع معاوية على حق إذا أنت أخرجت الإمام علي من الإيمان لأن قلت المؤمنين مع الحق طلع الإمام علي ليس على حق ولا ليس من المؤمنين معناه أنه يخرج عن الحق الذي يخطئ إذا أخطأ شخص في مسألة معينة في قضية معينة ليس معناه أنه نخرج من الدين هذا خطأ هذا سؤال خطأ ليش إذا أنا أخطأت في قضية معينة في جانب معين هل أنا أصبح كافر؟ لا هذا سؤال خطأ فإذا علي أخطأ في قضية معينة ليس معنى أنه خلاص ابتعد عن الحق لا هو أخطأ في جانب وفي جوانب أخرى أصاب يعني مثلا علي أصاب عندما بايع أبو كريم أصاب أطلب حتى تصعد وياه نعم أصاب فيها أطلب شنو؟ أطلب على مود ذول اللي دخلوا أطلب تصعد وياه على مود بالتيك توك لو هنا اي نعم طيب الان اشتغلوا شوفوا اخواني الان الحقيقه شوفوا الشتيمه سمعوا الشتيمه الان الحقيقه شلون الشتيمه شوفوا الشتيمه اخواني بداوا يشتموننا الله اكبر يا ابن المتمتع والله دمركم الشيخ محمد سلمان اقسم بالله هذا الوجع اسمع هذا الوجع الذي احدثه شوفوا الشتيمه اخواني سمعوا يغلق القاس كله وسوي جوله مباشره مع انا ما اعرف حياكم الله من جديد اخواني اخواتي مثل ما سمعتوا مثل ما شاهدتوا اولا انا اعتب على هذا الاخ اولا ليش يا اخ العزيز انا ما اريد اتدخل بخصوصيتك ولا اريد اتدخل بتصرفاتك لكن ليش تذهب الى بثوثهم اخواني والله انا متابع جدا جدا جيد بحكم يعني ما اقوم به من نقل ردود محاورات فاضطر انه بعض الاحيان أدخل إلى قنواتهم أخواني أخواتي ركزوا بهذه الكلمة وأخذوها يعني والله عربون صدق أخذوها عربون صدق بأنهم لا يعطوا المجال يسبون يلعنون ويتكلمون بكلام فاحش هذه هي السمة السادة اليوم إحنا البث الشيعي حتى إذا كان أقول حتى إذا كان أستثني أمير القريشي من قولي هذا أستثني أمير القريشي فهو لا يختلف عن الوهابية أبداً نفس طريقتهم هذا من أنصافي أقول من أنصافي أن أمير القريشي يشبه الوهابية بتصرفاته لكن باقي البثوث حتى إذا كانت هناك شوي أكو مضايقة بالصوت بحكم الإدارة لكن والله لا هنالك سيب لا هنالك شتم لا هنالك لعن لا وأبدا وخاصة وحتى أكون دقيق ولا أزكي أي بث إنما أقول بث الحاج وعد الله برنامج سؤال بريء هو البث اللي يعطي المجال يعطي الفرصة بالأدب بالعلم بالاحترام فيا أخي والله لو ذهب وأقمت الحجة وبينت الدليل وفعلت ما فعلت لن يقتنع الوهابي بل سيطردك ويكفرك ويلعنك ويقول اذهب يلا وامشي يلا ومن هذه الكلمات التي لا تنم إلا عن أخلاق صاحبها فأخواني أخواتي أنا أكرر أنا ما أدخل بتصرفاتكم لا بقراراتكم لكن أقول أنه حرام أن تضيع 5 دقائق من وقتك على اتصال على الوهابي تعال ناقش استدل وبين في برنامج سؤال بري أو في البرامج الشيعية وستكون إن شاء الله وسيصل صوتك وسيهتدي به إن شاء الله تعالى أخواني أخواتي إذن عمار بن فلسطين يؤكد ما قاله هذا الأخ مع الشيخ الوهابي الذي طرد معاوية على الحق بل الحق معه أظهر من الشمس أخواني أخواتي تفاصيل أكثر أو عفوا
لكم الحكم بهذا الكلام، وإن شاء الله إن شاء الله أهل السنة والجماعة ينتفضوا على هذه العقيدة التي يتكلم باسمهم عمار، وعلى شاكلة أخواني أخواتي تقبلوا تحياته وفي أمان الله.